Oh my God. It's her life. It's her life. Hola amigos, أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فإذا كنتوا أول مرة بتشوفوني بليز اشتركوا بالقناة وضغطوا على زر السبسكرايب الأحمر أسفل هذا الفيديو وحطوا لهذا الفيديو بيج لايك. كمان تابعوني على الانستغرام هون رح يطلع لكم اسم حسابي. سو الفيديو اليوم هو أول مرة بسويه أنا، برغم انه انا مش اول مره بشتري من شيء، فلهيك بقلكم جهزوا قهوتكم من هلا لانه السهره الليله راح تكون معي، وبعتقد انه الفيديو هذا راح يكون كثير طويل. طبعا جماعه بدي اقول انه انا ماني فاشونيستا ولا لي اي علاقه بالموضوع، انه انا بس بنت عاديه عم تفرجيكم اشياء اشتريتها من الموقع. اول شيء هو هذا التيشيرت مع هالبنطلون هذا، وعلى فكره الكواليتي تبع الجينز الموجوده عند شيئين بحسها زي بيرشكا، فالكواليتي تبعهم منيحة. وهون لابسة معها هاي الباروكة اللي بتحسوها كتير طبيعية، مو معقول يا جماعة، بحسوا كأنه شعري، بس مشكلتها انها من هون بتبين انها فيك، فلهيك بحط عليها هاي. بس الصراحة كتير 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 حبيت الكواليتي تبعهم، انه كتير مناح وكتير رخاص. والستايل اللي بعده اللي هو نفس هاد الجين معها التوب هاد، اشتريت منه في لونين، اشتريت منه هاد جاي شوي على الاورنج، وانا في الموقع بنيا انه بينكي، بس هو لما اجاني هون ما بعرف على الاورنج شوي على الخمري. وهاد كمان التوب اللي هو في البيج، كتير 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 حبيتها هاي الجاكيت وحاسه ستايلها كتير حلو. كمان على الاوتفيت هاد نقدر نلبس التشوز هاي، صراحة كتير مريحة وكتير حلوة، خاصة انه هون كتير ثلج. وهلا نيجي لهي مشكلتها اني اشتريتها سايز ام، فمن هون اجت تقصيرة، بس انه تنفع يبان كل شيء وكتير مرتاحة في اللبس. انا بما انها قصيرة هيك مش رح اقدر اطلع بيها، فرح اخليها للبيت. صراحة بحسها كتير حلوة للمطار او واحد بده يروح للسوبر ماركت. وبعدين نيجي هلا للستايل هاد، من هون هاي نكشتها صح؟ راحت. شو اسمها هاي البطن؟ شو اسمها هاي؟ شو بيقولوا لها؟ ما بعرف. المهم انشأت، بس انا بتصلح هاي كثير بتجنن تفاصيلها حلوه. البنطلون هاي بتذكر لما كنت في الاعدادي كان كثير منتشر، وهلا رجعوا له نفس ستايل. تخيلوا انه لابسه كعب ولسه طويل بعده. وهي هي الباروكه، مبينه كثير طبيعيه والوانها كثير حلوه. حاليا هذا ستايل اكثر ستايل حبيته. خلينا نشوف كمان الاشياء الثانية بلكي اغير رأيي، وانتو صوتوا في التعليقات. هلا نجي للطقم هاد، كثير كثير مريح، ما عندكم اي فكرة، بعتقد انه هاد اكثر شيء مريح لبسته الى حد الان. سو هو نفس ستايل اللي قبله، نفس ستايل بونتنون اللي لبسته من شوي، ولكن على سبور شوي. سو رغم اني لابسه كعب باقي انه طويل، كتير غريب شوي، اعتقد بسبب الباروكة. كتير حبيت هاي الجاكيت، انا كتير بحب الستايل الفورمال. انا ماني هون منسقة، ولكن حسيت انه لايقين على بعض. جينز هذا ستايل بوي فريند كتير حبيته، ولكن بنصح انكم تشيلوا مقاس اوسع من مقاسكم. انا المفروض البس ام، ولكن حسيته من هون شوي ضيق، لانه ستايل بوي فريند معها باسكت من تحت يكون ستايل كتير حلو. والباروكة هاي بتحسسكم بستايل السبعينات، بس والله كأنه شعر حقيقي. كتير كتير مريحة في اللبس، مشكلتها الوحيدة انها بتفصل الجسم تفصيل. سو هي ما إلها اي علاقة، بس انا بدي فرجيكم اياها لانه اشتريت كذا شيء للشعر، حاسة حالي هيك بشبه الفلة والاقزام السبعة. بس خليني اغيركم الباروكة ورح تشوفوا الفرق. باروكة تانية مع الستايل هاد قديش رح تكون حلوة. سو هاي هي الباروكة اللي بحكي لكم عنها، يعني البنات المتزوجين زوجك ابدا ما رح يزهق منك، لانك هيك رح تكونين له كل مرة بشكل، كل مرة بلون. خليني اقول لكم احساسي، حاسة حالي اني وحدة متزوجة وعندها اربع اطفال وكمان حامل. اول شي خلينا نحكي على الباروكة اللي كانت بالنسبة لي صدمة. هاي اكثر باروكة كنت متحمسة لها، واكثر باروكة كانت صدمة. في الموقع كان شكلها بيجنن، بس في الواقع كتير مختلفة. على فكرة انا ما بحب ستايل الجيلي هاي اللي يكون طويل وما بلبسه، بسبب انه انا من فوق اسمن من تحت،
ممكن بنت تانية انحف مني بجهة فان هذي كتير حلو. الكواليتي تبع هاي الجيري كتير 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 حلو على فكرة وبتدفي. شو رأيكم بستايل هذا؟ ما كتير حبيت انا الصراحة. ممكن لبنت تانية زي ما حكيت يكون حلو، بس بالنسبة لي انا ستايل شوي غريب بسبب انه مش كتير لايق على شكل جسمي. هلا بنيجي للجاكيت. هاي الشتويات كتير بتجنن، كتير كتير حبيتها وتقدروا تلبسوها باكتر من ستايل. تقدروا تفتحوها وتلبسوا معها تنورة معها بوت، او تقدروا هي نفسها تسووها على شكل فستان، يعني هون بدون جينز تلبسوا بس شراب تحتها مع بوت. فانتاستيك. مستعدين للمفاجأة طبعا، شيل عنكم الباروكة اللي ما كتير حبيتها، ولكن عنده تروى. او ماي جاد كثير ظابط الجسم بطريقه حلوه. هي صراحه قلتي شوي ضايقه، يعني يدوبك بتاكد من هون، رغم انه اشتريت سايز يعني او هون طالون بيعقد. انا فكرت انه راح يكون سين ثرو. عن جد شو رايكم في هالجامعة الاوتفيت؟ لحاله بيحكي. في احلى من هيك؟ عن جد في احلى من هيك؟ هاي بس لازم تنقص شوي، كل شيء يكون تمام. وهلا بنيجي لهاد اللي هو تبع بيت بيجامة كتير حلوة. حسيتها كمان انها كتير لابقة للباروكة، يعني اسود مع احمر كتير يلبقوا، صراحة كتير مريحة. على فكرة انا جبت سايز ام، بحسها شوي ضيقة من هون بس من ناحية الصدر، ولكن بشكل عام مريحة. معها هاي الشحاطة هاي كتير مريحة الاثنين مع بعض. وهنيجي للستايل هاد تبع السبور، كتير مريح. او ماي جاد تقريبا هاد اكثر لبس رياضي لبسته في حياتي مريح. التشوز ابدا ماني حاسه بيها، كتير كتير خفيفه. هاي باروكه ثانيه صراحه حلوه. حاسه حالي غريبه شوي، اول مره بشوف حالي بلون زي البني، لونها بني شوي. صراحه على الراحه اللي فيه بعطيه 9 من 10. هلا بنيجي لهذا. هو طقم رياضي اشتريت نفسه ولكن على لون ثاني اللي هو ما بعرف هذا خمري او موف. دي موجودة على الجسم وبيعطي شكل كتير حلو. باروكة هون كتير لبقت له، حبيت هدول الاثنين اكثر من الاوتفيت اللي قبله. ننتقل الان الى اسوأ اوتفيت. صبايا هاد جبته سايز او، والصراحة كان كارثة. يا ريت كان سايز ام على الاقل يكون ضيق شوي على الجسم، ممكن على بنت ارحف مني بكثير فيلبق لها، انا مش لابق على جسمي اطلاقا. لهيك نصيحة، اذا بدكم تشتروا من اي موقع مش حتى شيئين، اول شي انتبهوا على السايز، رجعوا الباك تبعكم قبل ما تدفعوا مصاري. هل انتم عن جد بدكم القطعة هي ولا بس عجبة عيونكم؟ هل هي اصلا تلبق لجسمكم او لا؟ فهذا السايز مثلا ابدا مش لابق على جسمي. الباروكة العجيبة الغريبة هاي اللي صراحة لونها كتير غريب ومستحيل اني انا بطلع بشي زي هيك، سويت لها هاي من فوق كمان، اشتريتها من شيئين هاي الربطة عشان بس ابعدها على عيوني لانها كتير بتزعجني. هلا رح فرجيكم البنطلون. صراحة البنطلون كتير حبيته. اما الان سيدتي وسيدتي سنكتشفوا هذا الشيء. هذا ستايل كتير كتير طلع في الصيف، ما بعرف هل حيلبق لي او لا. الصراحة حلوة، مش لابقة كتير على الأشياء اللي أنا مسويتها، ولكن هي كتير ستايلش. سو خليني أفرجيكم هلا الثانية. خلينا نجربها كيف حتكون على وشي. الشعر هذا الصراحة كتير عم يحسسني بالغرابة، كتير غريب. وهلا لننطلق للوك اللي بعده. انا ما اقدرش على بعض. عرض البيجامات الساتون تبع شيئين من افضل ما شفت. بنصحكم لما تيجوا تشتروا بيجامة اشتروها واسع اكبر من السايز تبعكم. يعني انا مثلا بلبس ام واحيانا ال، فجبت اكس ال. كمان معاها البنطوف هاد، شو بتقولوا له هاد؟ انا بلبس في سائي 38 فجبت سايز ام من هدول. سو ام هون مكتوبة عليها انها 38 و39. كتير حلوين ودافين ما شاء الله. يبدأ هتتزوج وبتدور على بيجامات، بنصحك اختار شيئين.
سو هي البيجاما اللي بعدها اكيد شفتوا كتير لابسين منها لانها كتير مشهورة هاي البيجاما بس كل الجماعة الانفلونسر لابسين منها. اوكي هاي البيجاما الكريسماس على اساس كتير كتير دافية بشكل مش طبيعي ونام صراحة كلش كلش حبيت زي ما قولوا اخواتنا باهل العراق هواية حبيت. هلا اخر بيجامه هي هاي السودا هاي راح احط لكم هون صورتها لانها شوي قصيره فما راح اقدر انه انا اتصور بيها بس قماشتها كتير كتير بتكمش فبعتقد انه هدول افضل بكتير ككواليتي وهي من هاي بس شكلها حلو يعني. نجي هلا لهاد كمان تبع الكريسماس اللي هو البنطوف. اما هدول جماعه فكلهم اكسسوارات سو هاي قلادة مثلا هاي مجموعة بوندات للشعر هاي زي البراسلت تحط هون على الذراع هاي للشعر هاي كمان للشعر وهاد غطا للموبايل حملات صدر هيك بتكون شفافة لما بدنا نلبس شي يعني من هون مثلا معري او شي ف يعني ما يبين الخط تبع البراسلت. هاي كمان قلادة كل هدول الاكسسوارات اذا لقيت لينكات هنا رح احطلكم تحت بس الاكيد انه كل التياب رح احطلكم لينكاتهم في خانة الوصف. هدول اكيد شفتوا منهم كتير وطلعوا الصيف الماضي فاشتريت منهم هدول ستايلين الاثنين وكل واحد واسوي واحدة بوحدة. اخر فقرة لاخر شيء اللي هي فقرة الفساتين هون تحت شيء اسود عشان هو كتير مكشوف واللي كتير حبيته هو هذا البوت بيعقد اقل كلمة يستحقها البوت هذا كلمة بيعقد جهزوا حالكم للجمال تراتاتا رايكم في الستايل هذا كتير كتير حبه حسيت هيك لمحه صغيره خليكي لكن بينفع كمان للشتاء والربيع مع هاي كمان سانتور شو بيقولوا هاي بالعربي حزام كمان لابق للفوتس يعني الابيض انا والله شكلي حبيتك يا بيبي لك حبيت. هلا نشوف الفستان اللي بعده سو هذا الفستان الفينكي صراحة ما عندي اي فستان فينكي هذا او فستان فينكي قلبين هون شوي البطن بعرف اذا مرسوم عندكم او لا صراحة كتير حلو وقماشته كتير دافية شتوي على الاخر. الفستان اللي بعده كتير ضيق يعني ملاصق انك على الجسم فيها رسمة هي عاطية شكل كتير حلو كمان بنفس الطريقة هون مرسومة حسوا فستان خريفي وعلى فكرة دافي شوي. هلا نروح للفستان اللي بعده بالنسبة لي انا افضل فستان من كل هاي الفساتين فرجيتكم اياها يفوز بافضل اوتفيت لحد الان يفوز يفوز ما حدا يقول لي شيء مع هالبوت هاد بحس انه سائل تلعب فيه شوي صراحة وكتير على فكرة بيزحلق في الثلج. إذا حبينا هيك نسوي لمسة نحط هاي القبعة هاي الكيوت الحلوة يفوز يفوز. حدا بيقول لي شو هاد شو هي باروكة فكرت حالي مين فكرت حالي دفنة في مسلسل للإيجار أو حب للإيجار يعني شو هاد ما هذا يا هذا. كنت مفكرة إنه الباروكة اللي ما بعرفش هيك لونها على الأزرق هي الكارثية طلعت هاي الباروكة هي الكارثية. أنا آسفة على بشاعة هذا المظهر بس تحملوني بدي فرجيكم هاي الشنطة اللي شوفوا في الجمال وتلبس كمان انه هيك أول طبعا أنا مش لابسة يعني اللي بس بيرفكت لإلها بس انا حبيت فرجيكم هي كتير 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 بتجنن كمان لونها كتير حلو وهي طلع الموضة الجديدة. سو هذا الفون طلع ما فرجيتكم اياه او ما قستو لاني انا خلصت الفعل وانا بقيسو في صراحة بونطلون حلو هو ستايل بوي فريند رح احطلكم هون الصورة تبعه. اما هذا الفستان اللي بيعقد ولكن كتير فاضح فما رح اقدر اقيسه قدام الكاميرا يعني ككواليتي صراحة كتير كتير عادية رح احطلكم هون صورته بحسه هيك تبع بارتي حفلة طلعة في الصيف ممكن حتى جزيرة
ولكن يعني الظاهر انه انا راح البسه في البيت. في اشياء ما راح اقدر افرجيكم اياها اللي هو هدول، بس راح احط لكم اللينكاتهم تحت في الديسكريبشن بوكس، اللي هي عبايات هيك او جلبان، شو بيقولوا جبه تقريبا او جلابه. المهم هدول لماما، وكمان هدول تشوزات، وهذا كمان عباية ثانية لماما. إذا في حدا فيكم طبعاً بده يهدي هيك هدية لأمه أو ياخد فكرة يعني. وبس هيك تخيل وصلنا لنهاية الفيديو. ما عم صدق كثير كثير تعبت في التصوير. لو فرجيكم اللخبطة اللي حوالي راح تنصدموا من التياب. فلهيك على قد ما تعبت في التصوير وفي التغيير وفي المونتاج وفي كل شيء، حطوا لايك لهالفيديو، اشتركوا في القناة إذا بعدكم ما اشتركتوا، فعلوا الجرس وتابعوني على الانستغرام، واكتبوا لي تحت في التعليقات شو هي أكثر قطعة حبيتوها من هدول القطع. وبس إذا حبيتوا هالفيديو ممكن أسوي جزء تاني في المستقبل عنه. سو أنا في اسكن ميرا، فكرت حالة دفنا بهالشعرات. دير بالك راحاتكم أحلامكم، وأقول لكم نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمان يا بيبي، سلام عليكم، سلام.